السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك السلام. هاي شنو هاي هم فاكهة هنا؟ شنو هاي الثمرة؟ هي مثل ارمط، تشبه ارمط بس الملبس مالتها مثل الخوخ، ما اعرف شنو. تعرفون شنو هاي؟ شجرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي وأخوتي الأعزاء أينما كنتم، أتمنى لكم الخير والصحة والعافية. إن شاء الله اليوم جولتنا في مكان بروشوتات رح تصير مكان كلش حلو. أنا حاليا في موقف سادريفان، هاي هنا البلدية، هاي بتشارشة مدينة سكارية، وهاي دولمشات. هاي قبل فترة سويتهم تقرير على هذا المكان. راح نصعد من أدطب من هاي السيارة الدولمش، وآخر موقف راح أنزل ومن هناك امشي ان شاء الله واوصل هذا المكان مال البرشوتات. خليكم وياي لا تروحون بعيد. انا شفت بيس سادوان مو بليش دار كاي مكان مزرلك كاي مكان سادوان. هسه نزلني السايق دولمش لني هنا هاي المنطقه، اخر منطقه اخر موقف. نصعدت مني سياره سرديفان اتتب ونزلت اخر موقف هنا. هسه راح امشي، والمنطقة اسمها باراشوت تبة، يعني تلة الباراشوتات. هسه حتمشالها، طبعا هي صعدة قوية هاي المنطقة. نزلت اخر محطة وراح امشي بها صعدة، طبعا صعدة شوية صعبة، امشي ونشوف شو يصير. هاي منطقة التحمل، واحد يتحمل شلون يطلع مخيم ومخيم. صراحة اول مرة اجرب هذا المكان، خلينا نشوف شلون حلو مو حلو. هاي القطعة شو مكتوب هنا؟ كيران تبة سبورتيف هافاجلك مركزي، يعني مركز كران تبة للطيران الرياضي. هو هذا المكان، هاي هنا إشارة على اليمين، نطلع يمين هذا الاتجاه ثم وصف لنا. هاي هنا دوراك، هاي موقف مال باصات، سيارات تجي باصات هنا موقف. خلينا نمشي نكمل مسيرنا. خمضشتوا، يلا وياي نتفرج هاي المناظر الحلوة. بصراحة كل تركيا حلوة، سكاريا كل مدينة تركيا حلوة، مدينة تركيا تخبل. هذا هنا يمكن اتوقع لوكرز لو انجاص، ما اعرف انجاص يعني الاريك، اي هذا انجاص اله. هذا حلو اكيد، كلها هنا اشجار فواكه. طبعا طريق حلو، واحد ما يحس بيه يمشي. هاي المناظر حلوة، يعني صح شوية طويل بس واحد يتونس يشوف هاي المناظر الحلوة، يكرس بالطريق. هاي الجار ياخذ، هاي شقة للبيع، من يجي هنا يقعد ما اعرف، يجي هنا ينشرع قلبه. صعود ونزول، الا واحد عنده سيارة. هنا معرضهم ساتلك لوكس فيلا، فيلا اللي يبيع. كل اجسن برشوت تبه، نادي برشوت تبه شو ده؟ دوز دوامت بارك بار بارك بارك ابدا. اه اوه دوز دوام، اه يعني مشوار البارك فوق قد تمشي لقدام 200 متر 200 متر برشوت تمام. شو تشكل تمشي بعد من هناك من ذيك جهه ذاك البارك، اذا تشوفوا ذاك البارك ورا 200 متر يقول لي. يلا عشت ايده، صار لسه 5 دقائق نمشي سوا. شوف زيادة المسافة طول، واحد ممكن يعني إذا ما فاتتني نقول له للسائق أعطيه 20 ليرة 25 ليرة يصعدنا أكثر يوصلنا. ممكن يعني بدل ما يذهب لآخر نقطة يقول له وصلني من مكان الباشوتات. هاي اتجاه، هاي القطعة نقول تتجه لليسار، نطلع اليسار نمشي على سبيل.
القطعه. هنا الامان اطفال. حديقه حلوه. هناك يقول لي اولور. ايوه اولور الارض ده oturabilirsiniz. يقول لك تاخذ يعني تجون تشوون ها مناقل هنا تجيبون مناقل تشوون هنا يعجبكم تجي عوائل شباب هنا يشوون ماكو مشكله. والسعر 800 ليره يقول لي 800 ليره يعني هو تركبون الباراشوت ومن ضمن الفيديو والصور هذا اتوقع هذا حمام رجال النساء هنا يتحمام 500 ليره. شوف هسه هنا قال لي تسمعون 500 ليره ذاك قال لي 800 ليره هذا يقول لي 500 ليره يعني ارخص. فيديو فوتودار داهل كلها 500 ليره. تستعدون اكثر من واحد حتى يطلعون بالباراشوتات. من هاي التبه راح يطيرون هاي التله. هذا كله فريق طيران هنا. يستعدهم يركب الباراشوت. اذا تلاحظون كل واحد بظهره مخلي مظل احتياط. شوفوا على ظهره مخلي هنا كل شيء يصير معه مخلي مظل احتياط ظهره. يحاول يتحكم بالباراشوت لان يعني الهواء شويه قوي. شوف الرياح شقد قوية دا يستعد ودا يسيطر لازم يوازن نفسه. اسحبها قلنا قلت اسحب هسه. انطلق راح. Tam hava yapacak. Aa, o kadar mı? Kemeratını girdi de tek kolum bir şişti morardı. Şu an talak. Hadi hem de böyle evet, tahzır. Hadi en talak hadi. Hı. Frenli, fren, fren. Şimdi bas göğsü. An talak. Ya hiçbir şey bilmiyorum şu an sorma. Hayır. الله وياك سلمنا. بصراحة شو وقت وصلنا يعني ما كنا قليلين موجودين هم ذول مضالين يطيرون. خوش توقيت بدنا نصورهم كلهم حتى نشوفهم شلون يطيرون شلون ينزلون. هاي محمد طبق انا ما سبع هاي ما تخاف الله وياك. Engin Bey.
Sadet. Ya be. صعدة تروح له هناك، ما هذا طريق الصعد ولا يعني مسافة 15 دقيقة أكثر، والله 20 دقيقة صعد مشي وتزوم هنا. هذا المكان هاي سيارة جاية دولمش، هاي طبعا رايح وهناك يجي تجي سيارة يرجع فيها. هذا هم دولمش أزرق سريح تشارشة، هل نروح إلى تشارشة هذا أي. هاي تجون هنا هذا الموقف مال محطة الباصات الزرق الدولمشات، هاي هذه نهاية الخط هنا يوقف هنا، يبون يصعدون ترجعون للتشارشة. هاي راح يوصلنا للتشارشة هذا. هذا ماركت هنا، كوشن ماركت ثلاثة، كوشن ماركت ثلاثة، كوشن ماركت اوتش. هذا دامش حيدنا بعو هذا طب يودينا دامش هذا طب سديفان تشارشة. هذا صعد له. وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى عجبتكم. كان معكم هاشم وقناة تركيش بريك استراحة تركية. لا تدخلون علي بلايك وسبسكرايب وشاركونا حلقة مع الجميع حتى كل يستفاد. مع تحياتي قولوا شروس.